مرحبا، اليوم معنا سيارة من بلد الحب والموضة والأناقة، سيارة البيجو 2008، والفرنسيين لطالما تعرفوا بالموضة والأناقة، لذلك جميع سياراتهم رح بتلاحظوا فيها هذا التصميم الأنيق والألوان الجريئة، لدرجة تصاميمهم صارت مرجع لجميع السيارات الأوروبية وحتى السيارات الألمانية الجديدة عم بيستوحوا تصاميم من سيارات البيجو الجديدة. شركة البيجو شركة لها تاريخ عريق، وإذا رح تسأل أي حدا اعطيني اسم سيارة فرنسية أول شيء رح يذكره هو البيجو. اليوم معنا سيارة البيجو 2008، لتعرفوا تفاصيل أكثر خليكم لنهاية الفيديو. هل تعلم المثل الذي يقول هذا الشبل من ذاك الأسد؟ هذه هي السيارة بالفعل الشبل من الأسد، واللي هي السيارات الموديلات الأكبر من بيجو مثل 5008 و3008، اليوم اللي معنا 2008، وهي تعتبر فئة الساب كومباكت الاسيوفي، يعني فينا نقول اسيوفي صغيرة الحجم، وبتيجي أنا بشبهها بالشبل بسبب حجمها الصغير ولكن قدرتها العالية. رح بتلاحظوا الشبك الأمامي اللي بيجي بالأسود بتطعيمات بالكروم، ومعنا لوجو الأسد، شعار 2008 بالكروم. في عندنا في الأسفل فتحات للتهوية، محرك 3 سلندر تيربو بيولد قوة 155 حصان و240 نيوتن متر من عزم الدوران. صحيح أنه محرك صغير ولكن أداؤه جدا جميل. بالإضافة لاحظوا معي طابع الأسد المستوحى من لوجو سيارات البيجو كيف متكون عندنا بتصميم الإضاءات. رح بتلاحظوا الإضاءات جاية على شكل مخالب الأسد، الإضاءات السفلية على شكل أنياب الأسد. بالإضافة هذه السيارة شكلها جدا جميل وفي نفس الوقت رياضي لأنه معنا فئة الجي تي. كيف رح نعرف أنه سيارة الجي تي؟ تطعيمات الأسود في كل مكان، المرايا باللون الأسود، في عنا دخول بدون مفتاح مثل ما لاحظتوا، السيارة أول ما بتقرب عليها بتفتح المرايا طي أوتوماتيكي، بصمة الجي تي، جنوط ميشلن تم تصميمهم بالتعاون مع ميشلن ليساعدوا في التحسين من استهلاك الوقود في السيارة. هذه السيارة صحيح إنها سيارة SUV صغيرة وكمان اشتغلوا في تحسين استهلاك الوقود فيها، وهذه لفتة جدا جميلة. من جنوط مقاسهم 18 إنش في سيارة البيجو 2008. لاحظوا معي فتحة السقف البانورامية وهذه من أفضل الخصائص. طبعا مثل ما لاحظتوا يعني عملية الإغلاق والفتح جدا سريعة، أنا المفتاح عندي كان بجيبي وهلأ عم تفتح وبتغلق أوتوماتيكيا. عندنا هون الدخول بدون مفتاح حتى بدون ما تضغطوا عليه مثل ما لاحظتوا قبل شوي. عندنا بالأسفل تطعيمات بالكروم، اللون الأزرق الجميل والمميز بالسيارة، ومثل ما خبرتكم السيارة بتيجي بألوان جدا جريئة وجميلة وشبابية لتعطي الروح الرياضية وروح الشركة بشكل عام مثل ما خبرتكم بتصاميمها الجدا جميلة. لاحظوا معي هون عندنا المسكات تبع السقف، رح بنلاحظ شغلة جدا جميلة، الشبابيك بيجوا عندنا بشكل كامل وبتيجي للآخر وبيصغر عندنا وبيجي معنا جزء من هون عاملين فيه تصميم جدا جميل ليعطي هذا التصميم المسحوب في السيارة. بيجو 2008 من الخلف بيكمل معنا التصميم الأنيق للسيارة، البيانو بلاك في كل مكان بالسيارة ليعطي لمسة رياضية فيها. عندنا حروف البيجو بتيجي أحرف مثل ما موضح أمامكم، شعار البيجو، فئة الجي تي، الإضاءات المميزة يلي بتكمل كمان على شكل مخالب الأسد وبصمة 2008، وعندنا كروم وحساسات خلفية وكاميرات خلفية وكاميرات أمامية بالسيارة، بالإضافة عادمين إكزوست حقيقيين بيجي بشكل رياضي بفئة الجي تي. مفتاح السيارة في غلق وفتح، خلونا نفتح السيارة مع بعض بعدين
فتح باب الصندوق الخلفي بهذا الشكل هيدروليكي في السيارة. المساحة التخزين هي 434 لتر، مساحة جيدة بالنسبة لحجم السيارة اللي معنا. بالنسبة للغلق هو غلق يدوي مثل ما موضح أمامكم. وبهيك بكون خلصنا السيارة من الخارج. تعالوا هلأ نشوف تجربتها على الطريق. وهلأ طلعنا لقيادة سيارة البيجو 2008 موديل 2022 على الطريق. والسؤال، هل التصميم الداخلي بأناقة وجمالية التصميم الخارجي؟ الجواب هو بكل تأكيد نعم. بآخر فترة الفرنسيين عم يدخلوا السوق وعم نلاحظ تحسن جدا كبير بمنتجاتهم في السيارات. تلاحظوا التصميم الخارجي للسيارة جدا أنيق ومميز، بالإضافة المقصورة الداخلية بتكمل بالتصميم الأنيق بالسيارة. رح بتلاحظوا بالعادة صناع السيارات بنلاحظ أنهم بيتوجهوا أكثر للتصميم المينيماليست اللي هو بيجي بسيط، ولكن بيجو شوي في عنا حركات بالمقصورة الداخلية. شو يعني؟ يعني أول شيء رح بنلاحظه اللي بيلفت النظر هو شاشة العدادات اللي أمامي، شاشة بتقنية 3D، يعني هذه حركة جدا مميزة بسيارة بهذه الفئة. الخاصية فيها جدا جميلة، حركة كيف عداد السرعة يظهر في الأمام وراه مثلا المعلومات الثانية اللي بتحتاجوها في السيارة كالخرائط وغيره من المعلومات، هذه حركة جدا جميلة. بالإضافة في عنا لائحة قراءة السرعة، بالعادة بلاحظ بالشركات الثانية بيقرأ السرعة ولكن عطول بيختفي، معنا لا، بالسيارة هون عنا لوحة قراءة السرعة بتضل موجودة بحال إنكم ما انتبهتوا على سرعة الشارع، السيارة بتقرأها وبتوجه لكم إياها. مؤشر تغيير المسار في السيارة لما تضغطوا سواء عن اليسار وعن اليمين بيظهر عندكم بجوانب لوحة العدادات في مكان أسود على الحواف، فهذا الشيء كمان جميل وغير متعودين عليه وبلمسة جدا ممتازة بسيارة البيجو 2008 اللي معنا لليوم. بالإضافة متوفر في عنا شاشة ترفيه فيها أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ومتوفر عنا 8 ألوان المقصورة الداخلية، وهذه لمسة صارت منحس إنه صارت مطلوبة بسيارات موديلات 2022، وبنلاحظها موجودة كمان بسيارة البيجو 2008. غير عن هذا الشيء في عنا الأزرار اللي مستوحاة من تصميم المقصورات الحربية موجودين بالسيارة من الموديلات القديمة، لسه محافظين عليها الأزرار، جودتهم جدا عالية، فيهم الفلاشر، قفل الباب، المكيف، التحكم بالميديا وبالبيانو بلاك. كمان في عنا بالأسفل مكان لتخزين الهاتف وشحن اللاسلكي كمان باللون الأسود البيانو بلاك، يعني بنلاحظ كتير مستخدمين البيانو بلاك بخارج السيارة وكمان بداخلها، وهذا الشيء متميز. ناقل الحركة متوفر عنا 8 سرعات بمحرك اللي معنا هو 3 سلندر تيربو، واللي بيعتبر محرك صغير ولكنه نشيط في نفس الوقت، واختاروه عشان يحافظوا على استهلاك الوقود اللي هو 6.2 لتر لكل 100 كيلومتر. استهلاك وقود جيد بالنسبة للسيارة اللي عم نقودها واللي هي بتعتبر سب كومباكت كروس اوفر. هذه النوع من السيارات هيك نوع سيارات صغير، ما بتحسوا انه مرتفع عن الارض بشكل كبير، لا مرتفع بشكل جميل، يعني الارتفاع اللي هو العادي اللي هو الحجم الصغير في السيارة. بالإضافة خفة الحركة، عجلة القيادة عندنا جاية على شكل حرف دي، فيها لمسات من البيانو بلاك على اليمين، الرد على الهاتف على اليسار، في عنا نظام الرد الصوتي، بالإضافة للتحكم بخيارات الموجودة على شاشة العدادات، جميع الخيارات اللي بتحتاجوها من الخرائط، أنواع أنماط القيادة، في عنا النمط المريح الرياضي والاقتصادي في سيارة البيجو 2008. يعني تصميم جدا جميل وقيادة جدا جميلة بهاي السيارة. المقود رح بتحسوا انه مقود حركته هيك سلسة، يعني مثلا هلأ بالسرعات العالية بيعطي وزن، ولكن لما تكون على سرعات منخفضة رح بتلاحظوا بيصير هيك خفيف، ليسهل عليكم استخدامه. هذا الشيء جميل بسيارة البيجو 2008، يعني قيادة ناعمة، أنظمة التعليق جيدة بالسيارة. في عنا كمان تنبيه من التصادم الأمامي، في عنا تنبيه من المحافظة يعني على الخروج عن المسار، إذا يعني غادرت المسار بدون ما تنتبه على السيارة على اليمين السيارة بترجعك للمسار، أما تنبيه من التصادم الأمامي فهو مثل تحذير لما تقترب على السيارة اللي أمامك وراح يكون في انصدام، فبتطلع لك تنبيه جدا قوي وصوت جدا قوي في السيارة. كمان خاصية للأمان عاملينها سيارة البيجو، مثلا لو فتحت الباب عن طريق الخطأ مثلا وما كنت معشق على البي، السيارة بتطلع أصوات ألارم
صوت تنبيه جدا عالي عشان تحط على طول الوضعية البي واللي هي الوقوف التام، ومن ثم تفتح باب السيارة. فهذه كمان موجودة بالسيارة، والبيجو ما بخلوا عليك بشواحن السيارة. رح بتلاحظ في عدة شواحن في السيارة، بالأمام في عنا اثنين، واحد تايب سي والثاني العادي واللي هو اللي بيشبك مع الأبل كار بلاي والأندرويد أوتو في السيارة. بتوفر كمان مخرج 12 فولت في السيارة، مساحات التخزين 2 كاب هولدرز، حجمهم ليس الكبير ولكن يفي بالغرض، ومعنا فتحة سقف بانورامية بالسيارة. بالنسبة لتسارع السيارة من 0 إلى 100 فهو 8.2 ثواني بسيارة البيجو 2008. ملخص تجربتي للقيادة، قيادة سلسة وجميلة معقولة بالنسبة لسيارة البيجو 2008. عزل السيارة يعتبر جيد، ما بتسمعوا صوت الهواء جدا قوي. أنا هلأ عم بمشي على سرعة 110 في السيارة، العزل جيد فيها، يعني متناسب مع فئة السيارة اللي عم نحكي عنها. أما بالنسبة للسعر واللي أكيد كلكم عم تتساءلوا عنه، نسخة الجي تي وهي أعلى فئة بسيارة البيجو 2008 سعرها 100,000 درهم إماراتي، بتكون تتميز بلمسات جدا من البيانو بلاك من الخارج في السيارة. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية تجربتنا اليوم، بتمنى تكون عجبتكم ويكون عجبكم التصوير الجديد يلي قمنا فيه، وجميع التغطيات القادمة رح بتكون بهذا الأسلوب. ادعمونا بضغطكم على زر الاشتراك في القناة وضغط زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع أي من أصدقائك يلي بفكر يشتري سيارة من هاي الفئة. شكرا وبشوفكم بالتغطية الجاية.